النجمة الجميلة نبيلة عبيد منورة الدنيا، وظهورك دايما ليه رونق خاص. يا ربي يخليك، انا متشكره قوي قوي على الكلام الحلو اللي بتقوله ده. يعني يمكن النهارده تتويج لمهرجان لصناع الدراما، صناع الدراما شيء يتعبوا كتير وللاسف ما كانش بيلاقوا المهرجانات اللي تمنحهم جوائز تقدر مجهودهم وتعبهم. لا هو دلوقتي ان شاء الله هيبقى فيه، وخصوصا برئاسه الدكتور يحيى الفخراني، فهيبقى مهرجان كويس وهيبقى مهرجان حلو قوي، والاعمال اللي هتتعمل فيه هتتعمل على مستوى، عشان كل واحد هيبقى طمعان انه ياخد جايزه، فدي حاجه مشرفه جدا جدا. بتشوف ازاي؟ طبعا دكتور يحيى الفخراني اسم كبير، بالاضافه كمان اللي في مصداقيه كبيره لجنه التحكيم اللي بترأسها المخرجه انعام محمد علي ومعاها نجوم كبار. طبعا 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 كل الاسماء اللي بتقولها دي اسماء لها قيمه، يعني ما بيبصوش غير للحق يعملوه، ما دام انعام محمد علي وغيرها وغيرها وغيرها. طبعا طبعا. يعني يمكن كمان النهارده هنشوف كمان تكريمات لناس تعبوا جدا ورا الكاميرات، الاسطوات وعمال الديكور. دي حاجه كويسه، يمكن دي ما حدش فكر فيها قبل كده، حصل التفكير فيها دلوقتي، فطبعا دي حاجه كويسه جدا جدا. انا بشكرك جدا على وقتك وعلى وجودك معانا، منوره الدنيا دايما. الله يخليك، الله يخليك، شكرا، يلا باي.